سوق لاباسي الشعبي وسط مدينة وهران تقلصت فيه الحركة على غير العادة منذ تفشي وباء كورونا. فالوهرانيون وعلى غرار عامة الجزائريين التزموا بيوتهم واتخذوا إجراءات الحيطة والحذر خاصة في الفضاءات العامة. رانا بيان رانا ندورو رانا في المرشي رانا نبيعو ونشرو وشدة في الله خويا واش ولا انسان ما يروح للدار ينقي يديه باش ما يديش لا مرضي لدارهم. ونتمنى من الناس تاخذ الوقاية تاعها كما نص عليها الطبيب والوزير تاعنا تاع الصحة ويقول لك وقاية خير من العلاج. نو بريون تو الموند دو بورتي دي ماسك لي بافيت إليغون. في هذه السوق الشعبية حرص باعة الخضر والفواكه على اقتناء القفازات والكمامات كإجراء وقائي لحماية أنفسهم وزبائنهم. نديروا احتياط واجب كمامة كما يقولوا ليغونات عندنا باش نقوا الماء والخل. هذاك الصرف اللي يجيبه هنا بعد بان المشتري ما يزعفش يحط صرفه هنا في الماء والخل باش تبقى الصفا بيناتنا. هو ما يجيب لي المرض وانا ما نعطيه المرض. كل واحد يخاف على روحه وماذا بينا حنايا الحكومة راهي تنقي. البارح داروا لنا هنا داروا لنا الدواء. الحمد لله يا ربي راك تشوف شكاين نقوا غاية توجور جافيل كسما والحمد لله يا ربي راك تشوف يقول لك الوقاية خير من العلاج. حنا رانا نديروا الوقاية والباقي على الله سبحانه وتعالى. ومع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر ازداد وعي الشارع الوهراني بخطورته وضرورة التصدي له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.